سنة 1945 انتهت الحرب انتهت ووجد جميع المتحاربين نفسهم مع أمريكا منهارين اقتصاديا الغالب والمغلوب بقوا محتاجين مساعدة والمنتصر الحقيقي كان الأمريكان اللي أصبحوا من الوقت ده القوى الاقتصادية الأكبر بلا منازع أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية عاشت أفضل فترات حياتها على الاطلاق، 25 سنة في نمو ورخاء اقتصادي، 25 سنة ارتفع فيهم الناتج القومي من 200 مليار دولار سنة 1940 لترليون دولار سنة 1970، وبسبب الزيادة دي تضاعف مستوى الدخل والمعيشة للأفراد، فأصبح الأمريكان اللي لا يمثلوا سوى 6% من سكان العالم في الوقت ده بيمتلكوا 40% من ثروات العالم كله، لكن فجأة وفي وسط النعيم ده كله في أواخر الستينيات كل حاجة تتقلب على رأسهم فترتفع أسعار المنتجات والسلع والتضخم يأكل جيوبهم الشركات تبدأ تسرح العمال وتقلل في أجور الباقيين علشان تدخل أمريكا من اللحظة دي في دوامة اقتصادية تفضل غرقانة فيها لمدة عشرين سنة عشرين سنة بيحاولوا يخرجوا من الدوامة ومش عارفين الدوامة دي دلوقتي بتعرف باسم الركود التضخمي مصطلح اقتصادي كده هتسمعه كتير للأسف الفترة اللي جاية بيحذر منه كبار رجال الاقتصاد في العالم كله حاليا السلام عليكم اهلا بيكم في حلقة جديدة من اقتصاد الكوكب معاكم مصطفى الصعيدي والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الركود التضخمي ايه هو الركود التضخمي وليه حصل في السبعينيات وليه الاقتصاديين حاليا بيحذروا من حدوثه مرة تاني، والأهم ايه هو اللي حصل للأمريكان في أواخر الستينيات علشان يشقلب حياتهم كده ويبدل الرخاء والنمو اللي كانوا عايشين فيه هو ده اللي هنحاول نحكيه في حلقة النهاردة، فسريعا كوباية القهوة بتاعتك وركز معايا طيب في حلقة النهاردة وخاصة في أول دقيقتين تلاتة كده مش عايزك تسمعني وخلاص أنا عايزك تركز معايا قوي في الدقيقتين دول لأن بعد الدقيقتين دول هتكون الحكاية إن شاء الله حلوة ولذيذة كده فمحتاجك بس تفهم معايا أول دقيقتين دول تمام أول حاجة عاوزك تركز فيها معايا هو إن إزاي أمريكا في السبعينيات حصل فيها تضخم وبطالة الاتنين مع بعض حصلوا إزاي المفروض لو انت مركز معايا هتقول لي يعني الاثنين عكس بعض ما يركبوش على بعض خالص التضخم هو ارتفاع في اسعار المنتجات والناس عماله بتشتري في المنتجات دي حتى لما اسعارها بترتفع طيب منين الناس بتشتري المنتجات دي وفي بطاله مرتفعه يعني ما فيش شغل ما بياخدوش فلوس بيجيبوا الفلوس منين علشان يشتروا المنتجات فيعلو التضخم فما ينفعش الاثنين يكونوا موجودين مع بعض لو انت استغربت كده من الكلام ده زي حالاتي فاحب اقول لك ان لو انت مش لوحدنا اعظم خبراء الاقتصاد في السبعينيات كانوا عاملين زينا كده يعني مش فاهمين ازاي الاثنين دول اجتمعوا مع بعض لكن مع مرور الوقت فهموا الخلل فين فاكر في الحلقه اللي فاتت اللي كلمتك فيها عن الركود قلت لك ان التضخم ممكن يجي لاكثر من سبب مش ضروري يكون عندي ناس كثيره عماله بتشتري في منتجات سعرها عالي وكل ما بتعلى الناس بيشتروها فبيحصل التضخم لا عادي انا ممكن يبقى عندي تضخم من اسباب كتير ممكن لو ارتفع اسعار النفط ممكن لو في وباء حروب كوارث ممكن لو في انفاق حكومي كده عمال على بطال ممكن لو عندي سوء في الاداره يعمل لي تضخم، إذا التضخم ممكن يكون ليه 100 سبب وسبب، فيهم أسباب تقدر إن أنت تعالجها لو جايين من قلب البلد اللي أنت فيها، فتقدر إن أنت تعالجها وتسيطر على التضخم، وفي أسباب تانية ممكن ما تكونش جايه من بلدك وجايه من بره وباء، حروب، ارتفاع في اسعار الطاقه، حاجه انت داخليا مالكش السيطره عليها، فلو التضخم جاي من الاسباب دي فهيبقى عندك تضخم بيرتفع، تحاول تحل التضخم مش هتعرف فايه هتلاقي البطاله كمان بترتفع معاك وفي نمو اقتصادي بينخفض. اجتماع التلات عناصر دول هو ده اللي بيسموه بالركود. التضخمي طيب كده عرفنا ايه هو الركود التضخمي وبيتكون من ايه وده كان الجزء الصعب من حلقه النهارده تعال بقى نشوف الركود التضخمي ده بيعمل ايه شكله عامل ازاي على ارض الواقع ونعرف برضو ليه الدنيا اتقلبت على الامريكان بعد 20 سنه من الرخاء بعد الحرب العالميه الثانيه شوف يا سيدي بداية النهاية للنمو والرخاء الأمريكي جه مع حرب فيتنام، فالحرب دي الأمريكان كانوا بيصرفوا ببزخ بدون حساب انفاق حكومي بقى على البنية التحتية على التسليح على كل حاجة فلوس وبتترمي في الاقتصاد فالكلام ده كله كان بيرفع في التضخم تاني سبب امريكا بدأت ان هي في الوقت ده تتوسع في برامج اجتماعية علشان الشعب يتدلع ويتبسط والشعب في اللحظة دي يبدأ ان هو يحب السياسيين فينتخبهم تاني وتالت يعني في الاخر فلوس وبتترمي في الاقتصاد فده برضو كان بيشعل في التضخم ثالثا بقى امريكا في نهاية الستينيات ما بقتش قلعة الصناعة والتصدير عالميا لا خالص الدور ده راح للدول اللي كانت بتفوق من أثار الحرب العالمية التانية زي مين؟ زي ألمانيا واليابان واليابان بقى بالذات استفادت قوي لما الامريكان كانوا فاتحين بلادهم كده امام الصادرات اليابانيه ده غير ان الشركات الامريكيه في الوقت ده بدات تنقل مصانعها للدول الارخص في اجور العمال الامر اللي اضر بالصناعه الامريكيه اللي العامل فيها بياخد اضعاف اجر العامل الاسيوي الكلام ده كله بدا ان هو يرفع في البطاله والبطاله كمان زادت اكتر من كده لما تغيرت ثقافه العمل في امريكا بعد بعد الحرب العالمية الثانية وبدأت المرأة تخرج للعمل. الكلام ده بالتأكيد زود المنافسة على فرص العمل وبالتالي زود في البطالة ده مش كده وبس، ده بسبب اتفاقية بريتن وودز اللي اتعملت بعد الحرب العالمية الثانية واللي أصبح فيها الدولار هو العملة الرئيسية للعالم كله لأن كان تم ربطه بقيمة محددة من الذهب فالدول اللي عايزة تأمن نفسها كانت بتشتري شوية دولارات كده وتحطها في الاحتياطي النقدي بتاعها. الكلام ده زود في قوة الدولار بشكل كبير جدا والدولار القوي مضر للصادرات الأمريكية. الامر اللي كان رفضه الرئيس نيكسون في اوائل السبعينيات لان صادرات اقل ده بيعني انتاج مصانع اقل يعني عماله اقل يعني بطاله مرتفعة طيب نيكسون يعمل ايه في الوقت ده قال لك مفيش غير الحل ده ام فاكك ارتباط الدولار بالذهب علشان يضعف قيمة الدولار بتاعه فيصدر اكتر فيقلل البطالة شوية واخد كمان شوية قرارات تانية علشان يقلل من التضخم وبالفعل قراراته دي نزلت التضخم والبطالة لكم شهر كده، يعني مسكنات قوية بس مفعولها كان قصير المدى، فبمجرد ما المفعول ده خلص رجع التضخم يرتفع من تاني والبطالة ترتفع هي كمان، فالأسباب دي كلها وبشكل عام كده هي دي اللي وقفت النمو والرخاء اللي الأمريكان كانوا عايشينه لمدة 25 سنة بعد الحرب العالمية التانية. طيب الأمريكان بقى هيتصرفوا ازاي في التضخم المرتفع والبطالة اللي عمالة بتعلى دي والأهم فين دور بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأمريكي كان فين من الحوار ده كله؟ شوف البنك المركزي في الفترة دي كانت إدارته سيئة جدا جدا كان بياخد قرارات النهاردة ويجي بعد شوية غيرها يعني مثلا البنك ممكن يلاقي التضخم ارتفع فيقوم رافع له أسعار الفايدة الرفع اللي عمله ده ما يأثرش قوي على التضخم فالرفع اللي عمله ده يبدأ يضايق مين يضايق الشركات اللي معتمدة على القروض تتخنق إنتاجها يقل فتسرح عمال يعني في بطالات ترتفع الناس تشتكي هتشتكي لمين تشتكي للسياسيين السياسيين يتدخلوا وتدخل السياسيين في الاقتصاد وصل لابعد مدى في السبعينيات وصل لاداره بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه اللي رئيسه في الوقت ده كان مجرد تابع للرئيس نيكسون الرئيس يقول له شمال يبقى شمال يمين يبقى يمين وده اخطر ما يمكن على اقتصاد اي دوله في العالم ده بيعمل حاجه اسمها انعدام الثقه في قرارات البنك المركزي واصبر عليا بس ثلاث دقائق كده وهتعرف مصيبة انعدام الثقة دي في الاقتصاد وفي البلد بتعمل ايه وخليني بس الاول كده اقول لك حاجة مهمة جدا لازم تكون على علم بيها ان الاقتصاد مدارس او مناهج فكرية متبعة والمناهج دي متغيرة على مر العصور يعني المدرسة الفكرية المتبعة في الاقتصاد حاليا غير اللي كانت متبعة في السبعينيات في السبعينيات كان النهج المتبع ما بيهتمش بالتضخم اصلا كان بيشوف ان مثلا معدلات الفايده البطاله النمو الاقتصادي هي دي الحاجات اللي انا المفروض كبنك اركز عليها وراقبها واحاول ان انا اتحكم فيها ولو ظبطت الارقام دي فبالتبعيه التضخم هيتظبط هو كمان اصلا في السبعينيات ما كانش في مستهدف او رقم واضح للتضخم زي دلوقتي دلوقتي مثلا كل البنوك المركزيه بتطلع تقول انا هدفي ان التضخم في البلد ما عديش مثلا 2% وان انا هوصل لي الهدف ده في مدى زمني قد كده ولازم نحافظ على التضخم من الارتفاع عن المستهدف ده تمام كده فزمان في السبعينيات ما كانتش النسب دي اصلا موجوده تمام فدي حته كده خليها في دماغك ماشي التخبط بقى اللي كان في البنك المركزي الامريكي ده ولد عند الناس والشركات حاله من عدم الثقه وان الناس اصبحت شايفه ان البنك مش هيعرف يسيطر على التضخم في المستقبل اذا لازم نتعامل احنا بقى مع التضخم انه مكمل وقاعد معانا كده. هنا العمال بدأوا انهم يتوقفوا عن العمل ويقولوا لصاحب العمل معلش احنا مرتباتنا بتتآكل من التضخم فلو سمحت احنا عايزين زيادة صاحب العمل يقول لهم طيب عايزين زياده قد ايه؟ فيقولوا له بص والله يعني احنا التضخم في البلد ماشي دلوقتي في حدود 6% وفي اخر سنتين ثلاثه ارتفع 3 4% فيعني في في اديني كده ايه في حدود 9 ل 10% زياده علشان اكون مامن نفسي في السنوات اللي جايه. هنا تفتكر صاحب العمل او صاحب الشركه هيقول لهم ايه؟ هيقول لهم يفتح الله ويمشي يلا من هنا اجيب غيرك واجيب عشرة الصبح هقول لك لا اصحاب العمل في السبعينيات ما كانوش يقدروا يعملوا حاجه زي كده ليه لان الحكومه الامريكيه في الوقت ده كانت بتحاول تخفف عن الشعب علشان تفضل في السلطه وتيجي في انتخابات مره تاني فكانت عماله بتصرف ببزخ وترمي فلوس في الاقتصاد على شكل حزم مساعدات علشان الشركات تشتغل ويبقى في نمو وفي حركه كده في السوق فلو صاحب العمل مشى الموظفين دلوقتي فهياخد وقت علشان يجيب عمال تانيين والاقتصاد شغال حلو دلوقتي في مبيعات فهو اللي هيخسر حتى لو كان اسعار المنتجات عاليه وفي تضخم والاسعار بتعلى بس الاقتصاد شغال وفي طلب ومبيعات فهو في الاخر اللي هيخسر فلذلك اصحاب العمل كانوا مضطرين ان هم يرفعوا اجور العمال وخلي بالك من نقطه مهمه جدا ان التفاوض في السبعينيات تفاوض على اجور العمال ما كانش بيتم كده ما بين كل عامل والاداره على حده لا في السبعينيات كان في النقابات العماليه وكان ليها قوه كبيره وسلطه لا يستهان بيها فزياده الاجور كانت يعني بترتفع باستمرار لان النقابات كانت واقفه أوي وتنزل وتعمل قلق في الشوارع. طيب صاحب العمل بقى هيعمل ايه في الزيادات الجديده دي؟ على طول بدون تفكير، هيقوم مزودها على سعر المنتج فيرفع التضخم فالعمال يزعلوا فيرجعوا له من تاني عاوزين زياده اكتر وهكذا يرفعهم يطلع التضخم وهكذا حلقه ما بتنتهيش وده كله حصل بسبب ان العامل في الاخر مش واثق ان البنك المركزي هيقدر يسيطر على التضخم من الارتفاع او حتى يوقفه عند مستوى معين يبدا ان هو يامن مستقبله بناء على الرقم ده هاخد زياده مره واحده وانتهى الموضوع والتضخم واقف على كده فلذلك الامريكان كانوا مجبرين على التعايش مع ارتفاع التضخم ده وقعدت امريكا على الحال ده طول السبعينيات كانت دخلت عليهم كمان حرب اكتوبر وارتفاع اسعار النفط يعني تضخم بقى وصل لمستويات عاليه جدا سنه 79 وصل التضخم ل 15% في امريكا يجي بقى في الفترة دي كلها يجي رئيس ويمشي رئيس وكل واحد يوم يجي يقول انا مسؤولية التضخم وما يعرفش يحل حاجة والمشكلة تفضل زي ما هي طيب والحل ايه بقى دلوقتي علشان نخرج من الموضوع ده كله هقولك والله الحل كان بسيط جدا لكن تطبيقه كان صعب، صعب إن أي حد ياخد الحل ده ويقول أنا اللي هطبق الحل ده، ده كان مستحيل في الظروف اللي كانت محيطة بأمريكا في نهاية السبعينيات، كان الحل الوحيد إنه يرفع أسعار الفايدة لمستويات خيالية، بس مين عنده الشجاعة إنه يعمل حاجة زي كده؟ صعب، يعني ده هيكون انتحار سياسي واقتصادي، ومفيش حكومة والكونجرس مش هيسمح لحد ان هو يعمل حركه زي كده وفضلوا قاعدين على الحال ده لحد سنه 79 لما دخلنا في عصر الرئيس الامريكي كارتر وكان منصب محافظ البنك المركزي خلاص جه وقت ان هو هيتغير فالرئيس الجديد هو اللي بيعين محافظ بيعينه فقط لكن ما يقدرش ان هو يقيله من منصبه لحد ما يخلص ولايته اربع سنوات في السنه دي اتعين محافظ جديد اسمه بول فوكر والراجل ده جه قال انا مهمتي التضخم، زمان كانوا بيقولوا البطاله ومؤشرات تانية الاول، دلوقتي بقى بيقول التضخم هو ده الهدف بتاعي، وعلشان يعالج التضخم فمضطر يرفع اسعار الفايده، فبعد معارك بقى مع اعضاء البنك والكونجرس والشعب الامريكي نفسه قام رفع الفايده ل 22%، رقم ما حصلش قبل كده وما فيش حد ممكن يتوقع انه ممكن يحصل مرة تاني رفع الفايدة لدرجة إن الاقتصاد قفل، خلاص شكرا على كده يعني دي نسب الشركات الامريكية مش هتقدر إن هي تتعامل معاها فأنا أقفل أحسن، وهو ده اللي كان الراجل ده عاوز يعمله إنه يدخل الـ الـ الاقتصاد الامريكي كله في حالة ركود وضعف اقتصادي متعمد، لدرجة إن البطالة في الوقت ده ارتفعت ل 11 والناس ما استحملتش فبدأنا نشوف مظاهرات وأعمال شغب حالة غضب عامة حتى إن عدد من أعضاء الكونجرس هد هددوا بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، صحيح ده صعب ان هو يحصل لكن هددوه على امل ان الراجل يتراجع عن السياسه اللي عملها، لكن صاحبنا فضل مكمل في السياسه بتاعته وخلال شهور بسيطه بدأ التضخم ان هو بعد ما كان بيصعد يقف شهور كمان بدا ان هو ينزل وخلال ثلاث سنوات قبل سنه 83 كان التضخم في تراجع ونزل لمستويات 2% 3% من تاني بعد ما كان واصل ل 15% وواحده واحده بدا يخفض بقى اسعار الفايده ويفتح في الاقتصاد والامور ترجع لطبيعتها من تاني والاهم من كل ده انه رجع الثقه في البنك مرة تاني إن البنك هيعرف يتصرف لما يكون في أزمات اقتصادية ولما يكون في تضخم هو هيعرف يسيطر عليه ومن اليوم ده برضو بدأ يتحط مستهدفات لمراقبة التضخم باستمرار ألا وهي مستهدفات ال 2% طيب أنا وإنت بقى دلوقتي لما بنسمع الكلام ده كله بنحس إن الحل سهل وبسيط آآ آآ مأزمين الدنيا ليه بالشكل ده هقول لك صحيح الحل بسيط لكن صدقني لما تقرا في التاريخ هتعرف ان الكلام سهل لكن شعور الناس بمراره الاصلاح الاقتصادي ده شيء صعب، ده شيء كده في التاريخ يعني بتقرا عنه بتمر عليه مرور الكرام، لكن اللي يعيش في الفتره دي هيشوف فعلا ان رفع اسعار الفايده وان الاقتصاد لما يكون مقفول وفي بطاله الدنيا بتبوظ على الاخر وخاصه على الاسر والافراد. طيب لحد كده جميل جدا عرفنا ايه هو الركود التضخمي وتاثيره بيكون عامل ازاي والحلول بتاعته لما يكون ناتج من اسباب يسهل السيطره عليها، من اسباب داخليه مثلا، تمام وركز لي في الجمله دي اسباب يسهل السيطره عليها، حلو لان لما هقولك بعد كده ان في تحذيرات حاليا من الركود او الركود التضخمي هتقولي لي طب وين المشكله؟ ما خلاص ما احنا عارفين الحل بتاعه بيكون ازاي ومثلا هيرفعوا اسعار الفايده. مش هو ده اللي هيحصل هقول لك المشكله هنا ان حل رفع اسعار الفايده لمستويات عاليه مش هيكون مؤثر قوي لما يكون التضخم ناتج من اسباب البنك ملوش سيطره عليها زي ازمه سلاسل التوريد والامداد والاغلاقات الصينيه والحرب الروسيه الاوكرانيه وارتفاع اسعار النفط والطاقه دي حاجات خارجيه البنك مش هيعرف ان هو يسيطر عليها وكل الحاجات دي بقى بدات تخلي اقتصاديين زي جانيت يلين اللي هي وزيره الخزانه الامريكيه حاليا وبالمناسبه كانت ماسكه رئاسه بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي بتحذر من الركود التضخمي الرئيس اللي قبلها بن برنانكي برضو بيحذر من الركود التضخمي الدكتور محمد العريان مثلا كان بيحذر من الركود التضخمي وبيقول انه امر لا مفر منه في الاقتصاد الأمريكي فللأسف الوضع حاليا في الاقتصاد الأمريكي وبالتبعية الاقتصاد العالمي هيكون صعب جدا جدا ومحتاج لحلول جديدة وأفكار بره الصندوق ايه هي الحلول دي الله أعلم ننتظر ونرى وبس كده يا سيدي دي كانت حكايه النهارده فلو عجبتك حلقه النهارده في تحت زر اللايك بيكون كويس وبيساعد في انتشار الحلقه وسبسكرايب اشترك علشان الحلقات اللي جايه ان شاء الله توصلك اول باول ولو عجبتك حلقه النهارده ممكن تعملها شير مع اللي انت شايف انه هو ممكن يستفيد بحلقه النهارده وبس كده يا سيدي اشوفك ان شاء الله الحلقه اللي جايه شكرا